واحد من برنامجنا الصباحي. أكيد أريج، ومع عودة المدارس والحياة التعليمية لقواعدها بسوريا ولبناء جيل جديد بيتمتع بالصحة العقلية والجسدية، بناء على مقولة العقل السليم يكون بالجسم السليم، لابد أن نهتم بغذائنا. وبصباحنا لليوم حبينا نضوي على أهمية الغذاء والعادات الصحية يلي من المفروض أنه ترافق أطفالنا خلال أيامهم الدراسية. لهيك بيساعدنا أنه نستضيف أخصائية التغذية ليال سلوم. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك ليال. أهلا فيك، صباح الخير. يسعد صباحك ليال. بالبداية خلينا نتعرف على أهم العادات الغذائية يلي لازم تترافق بالصبح مع أولادنا. أهم شيء بالعادات الصحية الغذائية الفطور مع الأطفال ومع الكبار. فأهم شيء يبدأ أولادنا نهارهم بتناول فطور صحي يتضمن كربوهيدرات، يتضمن بروتين، ويتضمن نوع من أنواع الخضار. نعم. كمثال مثلا بيضة مع شفة خبز وقطعة خضرة مثلا خيارة أو هيك شيء، لبنة جبنة. بس دائما لما يستيقظوا من النوم لازم ياكلوا هذا الفطور. من احسن الفطورات اللي دائما بقول لهم ياكلوها، يعني بتساعد على التركيز للاطفال وبتساعد كثير يضلوا بنشاط خلال فتره الدراسه وما يحسوا بتعب وارهاق، هو عباره عن حليب مع حبوب يعني كورن فليكس او شوفان، معهم قبضه زبيب، معهم معلقه عسل وقبضه مكسرات نيئه لوز او جوز. هاي بتعطي طاقه لفتره طويله، بتساعد على التركيز كثير لفتره منيحه. نعم. وبتخلي الطفل يضل نشيط بالمدرسة. نعم. يعني يمكن وجبة الفطور لهم الأهل دور كتير كبير فيها، يعني يمكن لازم الطالب قبل ما يتوجه لمدرسته يتناول هالوجبة. أكيد هاي الوجبة قبل المدرسة. بالمدرسة فينا نبعث معهم خضار مع مثلا سندويش صغيرة شو ما كان، بس الوجبة الأساسية بالبيت. ونحاول نركز أنه نوعي أولادنا أنه ما يشتروا شيء بالمدرسة، لأنه للأسف معظم الدكاكين المدرسة فيها مواد غير صحية أبدا نهائيا. شيبس وكولا وشوكولا وكلها ما فيها أي معايير صحية يعني. فهاي كتير بتأذي الأطفال، مشان هيك نوعيهم أول شيء نشرح لهم بالدرجة الأولى أنه هاي قديش بتضر. ثاني شيء نحاول ما نعطيهم مصروف، نعطيهم شيء ياكلوه نحن، نأمن لهم إياه مثلا تفاحة موزة هيك خلال الفرص. كيف بتقدر الأم شوي تعود لابنها بأكلات معينة ممكن هي تعملهم بالبيت لحتى ما يضطر أنه يشتري من برا هيك مأكولات، وخاصة يعني الأطفال كتير عندهم هيك أكلات محببة لهم؟ أكيد أي مادة غذائية فينا نعملها بالبيت بطريقة صحية وتكون منيحة. فينا نعمل الشيبس، فينا نعمل الحلويات تكون نفس الوقت مفيدة، نحط فيها مواد مفيدة. في كتير طرق معمول موجودة لحتى نعمل هاي القصص، بس طبعا ما تكون يومية. حتى شغل البيت ما يكون يومي، يكون مرة بالأسبوع بنحدده كقعدة عائلية. لازم الجو العائلي يكون على كل موائد الأكل بالنسبة للطفل، ليحس الأكل مرتبط بالقعدة حلوة، ما يكون فيه عقاب، ما يكون فيه عياط دائما بشكل دائم. ونحددها نهار بالأسبوع مو أكتر، يعني حلويات مو كل يوم، لو شغل الأم ما ناكل يوم مرة. يعني مزبوط، دائما لازم الأهالي ينتبهوا لهيدا الأشياء. أحيانا الحليب بيرفضه الطفل أو ما بيحبه، كيف ممكن للأهل مثلا بإضافة شيء معين، نكهة معينة إنه يقدروا يشربوا الطفل أكيد الحليب؟ أكيد نقدمه بطرق كتير مختلفة. كنا نقدمه ككوكتيلات مع فواكه، مع موز، مع هيك. فنقدمه مع الكورن فليكس مثل ما حكينا من شوي. فنقدمه مع الكاكاو، الكاكاو كتير مفيد وساعد تهدئة الأعصاب. مو القهوة، الكاكاو. كاكاو مو القهوة. في كتير طرق يعني نقدم. ما فينا ندخله بالحلويات اللي بنعملها، كمان الحليب والبيض لما ندخلهم بالجاتو أو أي مادة بنعملها، فهي الطريقة بتكون كمان بيوصلوا المغذيات. تمام. ليال، إذا بنحكي شوي عن الأعمار، كل عمر شو بيناسبه لحتى الأهل كمان يطلعوا أكثر على الأغذية يلي بتناسب أطفالهم، نبدأ من عمر إذا فينا نقول صف الأول. هلأ بتختلف الغذاء من عمر لعمر حسب الحاجات، الحاجات الشخص بتختلف، حاجات الطفل حسب النمو، مراحل النمو المختلفة. فيعني هلأ الأساسيات رح تختلف حسب كل طفل، حسب وزنه، حسب طوله، حسب حركته، نشاطه، يعني كمان تختلف من طفل للتاني. بس بشكل عام يعني مفروض يكون في 4 حصص فواكه، 5 حصص خضار، 4 حصص نشويات. هاي لمرحلة النمو الأولى تقريبا، من الأول للرابع بتكون. وإضافة للحوم 3 حصص، الحليب 3 حصص، نركز كتير على الكالسيوم ما يقل عن 3 حصص، يعني حليب وجبنة ولبنة ومشتقاتهم كلهم.
يعني لازم يكون الوجبات غنية بالبروتين، بالكربوهيدرات، بالكالسيوم مثل ما قلتي. خلينا نحكي شوي عن العادات يلي الأهل لازم يتبعوها ليقدروا ينظموا أكل أولادهم، لأنه الأولاد أحياناً بياكلوا بشكل عشوائي. قديش مهم يكون في فترات متباعدة بين الفطور، بين الغداء، وحتى بين العشاء. هاي الشغلة ببلش من البيت، يعني الأولاد بيقلدوا أهلهم دائماً كأي شغلة بيعملوها، فكيف تمشي النظام هاي الطفل بيربى عليه وبيعيش كل حياته هيك. مفروض الوجبات تكون أكثر من وجبات كتير ومتعددة، مو الوجبات الثلاث وجبات والصح، خمس وجبات مفروض يكون بالنهار. هاي الوجبات مو كلها رئيسية، يعني الفطور بعد ما يستيقظ الطفل بعد ساعة الحد الأقصى لازم يكون فطران. بعدين بتجي بعد شي ساعتين لازم تجي وجبة سناك، مثلا فيها فواكه، فيها معقول قطعة حلو، فيها حليب. بعدين بيجي فترة الغداء، ودائما بكل وجبات لازم تتواجد العائلة كلها تاكل هاي الوجبات. إذا السناكات ما تواجدت الوجبات الرئيسية لازم تتواجد، وبعد وجبة الغداء بتجي سناك تاني كمان معقول يكون في حبة فواكه. بعدين العشاء، العشاء دائما قبل النوم بساعتين، ودائما قبل الساعة 9 ما نعمل واحد. يمكن كمان بيزيد الاهتمام بغذائنا خاصة لطلاب الشهادات، كمان حابين نضوي على أهم الأغذية لازم يتناولوا حتى يبلشوا عام دراسي صحي وتكون نتائج مثمرة وعلامات ظريفة آخر الموسم وآخر السنة. الغذاء كتير بيأثر على التركيز، بيأثر على الذكاء، بيأثر على الذاكرة، فطريقه تناول اي طالب للاكل بتاثر عليه خلال المراحل الدراسيه. بس ما انا سحر، مو هلا اكلت الشغله بلاقي حالي صرت عبقري، بس بعد فتره بلاقي حاله كثير فرقت معه. فكتير مهم يحط مكسرات جوز ولوز بشكل خاص، يعني بس تكون نيئه ما تكون محمصه. كثير زيت الزيتون يبتعد عن الوجبات الثقيله والدسمه، يبعد عنها لانه هاي بتعطي شعور بالخمول وبتقلل مستوى التركيز. يزيد من الخضار والفواكه كتير بالوجبات، وقبل كل وجبة يكون في صحن خضار مشكل، كل ما نوع بالألوان كل ما كان الطبق أحسن. مثلا والأفوكادو كمان كتير منيح، بيساعد على التركيز وبقوي الذاكرة. وشرب كميات منيحة من المي، أكل الشوكولات داكني 70% كاكاو، هاي كمان كتير بتساعد على التركيز. يعني مأكولات متعددة. تمام. خلينا نحكي شوية ليال عن مشروبات الطاقة يلي كتير متداولة بين الشباب. منشوفهم عم يشتروا من السوبر ماركت مشروب طاقة ليعطيهم طاقة، شو فيهم يعوضوا عن هيدا المشروب ليقدروا مثلا يكون عندهم فاقة الصبح يقدروا يفيقوا بنشاط؟ هلأ مشروب الطاقة في كتير سكر، في كتير كافيين، فهو بيضر كتير، بيرفع معدل ضربات القلب بسبب زيادة وزن، فهو كتير شيء ضار للجسم. صباحا مثلا فيهم ياكلوا التفاحه بتعطي شعور بالطاقه وبتعطي اكثر من القهوه، بتخلي الواحد مثلا يصحصح ويحس حاله نشيط. تناول الفطور مثل ما حكينا بيعطي شعور بالطاقه. تنظيم الوجبات وتناول الاكلات المتعدده بخلي الواحد خلال كل النهار يحس حاله نشيط. مهم كثير هذا الموضوع، مو لازم ياكل وجبه واحده بالنهار او وجبتين هيك اجباري، بده يحس بالخمول خلال النهار. وشرب المي كمان كثير مهم واساسي. بختام فقرتنا مع حضرتك، شو النصائح بتوجهيها اليوم للأهل كل اللي عم يتابعونا لحتى يكون غذاء أطفالهم سليم وصحي؟ أهم شيء الأهل لازم يكونوا مثال وقدوة جيدة لأولادهم، ما فيهم يمنعوا ابنهم عن أي شغلة وهن يكونوا بيعملوها. لازم يلتزموا مثل ما حكينا بمواعيد الأكل، بأماكن الأكل، يكون الأكل معظمه يكون صحي، غني بالخضار، غني بالفواكه، قليل بالدهون، والنشويات تكون معتدلة للمحتوى. لازم بعده عن السكريات، الام تلجأ لصنع الحلويات بالبيت ومره واحده بالاسبوع مثل ما حكينا. ما يجبروا طفلهم ابدا على انهاء صحنه، لانه الولد بحس بالتخمه قبل الاهل، فمشان هيك انه اذا ما خلص صحن عادي خلص انه خلص، عشان ما ينزع شعور الجوع بالشبع عنده، بصير عنده زياده وزن بس يكبر. تماما. وما نربط الاكل بالعقاب والثواب، انه اذا اكلت هيك بعطيك هاي. نبعد الاكل عن كل الحالات، الغذاء شيء وكل المكافآت كل العقوبات شيء ثاني. اكيد نخلي دائما جو الاكل جو حميم وودي بالعائله. كمان هي نقطه كثير مهمه، نحن بدنا نشكرك على كل المعلومات والنصائح اللي قدمتيها بصباحنا لليوم. نتمنى انه كل طلابنا يبلشوا عام دراسي بكل صحه وفائده. شكرا لك ليال، وشكرا لوجودك معنا. أريج لهون بتكون وصلت محطاتنا للختام يلي تضمنت محطات عديدة عن الأنشطة الثقافية والفنية اللي عم يشهدها نبض الشارع السوري. ولكل المواضيع اللي بتحبوا أن نسلط الضوء عليها بإمكانكم مراسلتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك
صباحنا غير موعدنا، بيتجدد كل يوم على الساعة 9 الصبح. ما بننسى نوجه التحية لصناع نصر أبطال الجيش العربي السوري، من لكم أنتم عزنا وأنتم فخرنا، وشكرا كثير لكم ويعطيك العافية إريش. يعطيك العافية سالي، يعني نحن بنتمنى أن نكون قدرنا نحقق خلال مشوارنا الصباحي معلومة أو فكرة جديدة تفيدكم بحياتكم، وأكيد لتطلعوا على آخر الأخبار وأبرز الأحداث ابقوا برفقة شاشة الإخبارية السورية بتغطيتها على مدار الساعة، ودائما لكل حدا حابب يشاركنا بفكرة ما لكم إلا تراسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. وأنا هون بدي أشكر كل الأشخاص يلي قدروا يساعدونا ويوصلوا صوت كل شخص تواصل عبر صفحتنا على الفيسبوك، وبالتحديد بدي أشكر مديرية صحة السويداء على تعاونها معنا وكل الأشخاص اللي قدروا يوصلوا صوتنا وصوت كل شخص تواصل معنا. تبقوا بألف خير وكل الشكر لكم. باي باي. دير الزور والقوات المتقدمة. مشى النظام، هاي الطفل بيربى عليه ويعيش كل حياته هيك. مفروض الوجبات تكون أكثر من وجبات كثيرة ومتعددة، مو الوجبات الثلاث وجبات هو الصح، خمس وجبات مفروض يكون بالنهار. هاي الوجبات مو كلها رئيسية، يعني الفطور بعد ما يستيقظ الطفل بعد ساعة الحد الأقصى لازم يكون فطران. تمام. بعدين بتجي بعد شي ساعتين لازم تجي وجبة سناك، مثلا فيها فواكه، فيها معقول قطعة حلو، فيها حليب. بعدين بيجي فترة الغداء، ودائما بكل وجبات لازم تتواجد العائلة كلها تاكل هاي الوجبات. إذا السناكات ما تواجدت الوجبات الرئيسية لازم تتواجد، وبعد وجبة الغداء بتجي سناك تاني كمان معقول يكون في حبة فواكه. بعدين العشاء، العشاء دائما قبل النوم بساعتين ودائما قبل الساعة 9، قيمة ما نعمل واحد يعني. يمكن كمان بيزيد الاهتمام بغذائنا خاصة لطلاب الشهادات، كمان حابين نضوي على أهم الأغذية لازم يتناولوها حتى يبلشوا عام دراسي صحي وتكون النتائج مثمرة وعلامات ظريفة آخر الموسم وآخر السنة. الغذاء كتير بيأثر على التركيز، بيأثر على الذكاء، بيأثر على الذاكرة، فطريقة تناول أي طالب للأكل بتأثر عليه خلال مراحل الدراسة. بس ما أنا سحر، مو هلأ أكلت الشغل بلاقي حالي صرت عبقرة، بس بعد فترة بلاقي حاله كتير فرقت معه. فكتير مهم يحط مكسرات جوز ولوز بشكل خاص، يعني بس تكون نيئة ما تكون محمصة. كتير الزيت الزيتون يبتعد عن الوجبات الثقيله والدسمه، يبعد عنا لانه هاي بتعطي شعور بالخمول وبتقلل مستوى التركيز. يزيد من الخضار والفواكه كثير بالوجبات، وقبل كل وجبه يكون في صحن خضار مشكل، كل ما نوع بالالوان كل ما كان في الطبق احسن. مثلا والافوكادو كمان كثير منيح، بيساعد على التركيز وبقوي الذاكره. وشرب كميات منيحه من المي،
اكل الشوكولات داكنه 70% كاكاو، هي كمان كثير بتساعد على التركيز. يعني مأكولات متعددة. تمام. خلينا نحكي شوية ليال عن مشروبات الطاقة يلي كتير متداولة بين الشباب، منشوفهم عم يشتروا من السوبر ماركت مشروب طاقة ليعطيهم طاقة، شو فيهم يعوضوا عن هيدا المشروب ليقدروا مثلا يكون عندهم فاقة الصبح يقدروا يفيقوا بنشاط؟ هلأ مشروب الطاقة في كتير سكر، في كتير كافيين، فهو بيضر كتير، بيرفع معدل ضربات القلب بسبب زيادة وزن، فهو كتير شيء ضار للجسم. صباحا مثلا فيهم ياكلوا التفاحه بتعطي شعور بالطاقه وبتعطي اكثر من القهوه، بتخلي الواحد مثلا يصحصح ويحس حاله نشيط. تناول الفطور مثل ما حكينا بيعطي شعور بالطاقه. تنظيم الوجبات وتناول اكلات متعدده بيخلي الواحد خلال كل النهار يحس حاله نشيط. مهم كثير هذا الموضوع، مو لازم ياكل وجبه واحده بالنهار او وجبتين هيك اجباري، بده يحس بالخمول خلال النهار. وشرب المي كمان كثير مهم واساسي. بختام فقرتنا مع حضرتك، شو النصائح بتوجهيها اليوم للأهل كل اللي عم يتابعونا لحتى يكون غذاء أطفالهم سليم وصحي؟ أهم شيء الأهل لازم يكونوا مثال وقدوة جيدة لأولادهم، ما فيهم يمنعوا ابنهم عن أي شغلة وهن يكونوا بيعملوه. لازم يلتزموا مثل ما حكينا بمواعيد الأكل بأماكن الأكل، يكون الأكل معظمه يكون صحي، غني بالخضار، غني بالفواكه، قليل بالدهون والنشويات، تكون معتدلة للمحتوى. لازم بعده عن السكريات، الام تلجأ لصنع الحلويات بالبيت ومره واحده بالاسبوع مثل ما حكينا، ما يجبروا طفلهم ابدا على انهاء صحنه، لانه الولد بحس بالتخمه قبل الاهل، فمشان هيك انه اذا ما خلص صحن عادي خلص انه خلص، فما انزع شعور الجوع بالشبع عنده، بصير عنده زياده وزن بس يكبر. تماما. وما نربط الاكل بالعقاب والثواب، انه اذا اكلت هيك بعطيك هاي، بعد الاكل عن كل الحالات. تماما. الغذاء شيء وكل المكافآت كل العقوبات والمكافآت شيء ثاني اكيد. خلي دائما جو الاكل جو حميم وودي بالعائله. كمان هي نقطه كثير مهمه، نحن بدنا نشكرك على كل المعلومات والنصائح اللي قدمتيها بصباحنا لليوم، نتمنى انه كل طلابنا يبلشوا عامهم الدراسي بكل صحه وفائده. شكرا لك.